السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. جاء في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال، وفي الحديث الآخر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أول طريق الضياع أن ينشغل الإنسان بغيره، اترك الناس فلا ينفعك إلا عملك الصالح ولا تضرك إلا خطيئتك. تركك ما لا يعنيك فيه راحة لك ولغيرك. التدخل في الخصوصيات فيه إحراج وربما يهدم أسر. سؤال مريض مثلا عن تفاصيل مرضه، أو سؤال أبناء لماذا لا تذهبون بوالدكم إلى الخارج أو في مستشفى خاص، وحالة مريض مستقرة ما تستدعي ذلك، والأبناء ليس لديهم قدرة على دفع تكاليف العلاج فيستدينون حياء وربما دخلوا السجن بسبب سؤال ذلك المتطفل. أما عند بعض النساء فالتدخل أكبر، كم يعطيك زوجك مصروف وما هي آخر هدية؟ ما هو سبب الطلاق؟ هل عندهم أبناء؟ فإذا لم تجد جواب انتقلت إلى طريقة أخرى في السؤال، فتقول ربما المشكلة ليست من الزوجين، المشكلة من الأهل. وكل هذه الاستفسارات والتقصي وهي ما تريد إصلاح، فقط فضول، بل ربما نقلت كلام وزادت المشكلة. الانشغال فيما لا يعني يؤدي لقلة التوفيق وفساد القلب وضياع الوقت وضيق الصدر. يقول بعض السلف من علامات إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا ينفعه. كما يجب عليك عدم التدخل فيما لا يعنيك، أيضا لا تسمح لأحد التدخل في خصوصياتك. سأل رجل الإمام مالك كم عمرك؟ فقال انشغل بما ينفعك. الجواب الحكيم يغلق الباب في أمان الله.